ضربتك ما والو، ما ضربتك ما والو. شوف قايد قال خوه اه شوف قايد ظالم، شو الظالم حقار انا تنطالب غير بحق راجلي. هذاك النهار لقيت جا عندنا تيشتت لينا السلعه، انا تدخلت وحبست بلاش ما يشتش لينا السلعه. ولما تدخلت مشيت انا وقد دفعني القيد وجري النقاب ديالي، من شفت ولدي في هذيك الحاله طحت بالعصاب، داوني المستشفى. لما رجعت لقيت راجلي داوه ليا. انا سيدي هذا الراجل اشنو دار؟ اشنو دار؟ راه هز عائله بلقمة الحلال ماشي لقمة الحرام، تيطالب غير ببلاصتو، ما تيطالبش بشي حاجه اللي هي خايبه. وحشومه عليهم والله الا حشومه هذه الحاله، ديما تيهدو تيقول لي انا غنديك الحبس. علاش؟ علاش؟ لانه تيطالب ببلاصتو. علاش حنا شوف هاد الوليدات دابا شكون اللي غيهزهم لينا؟ شكون هو المعين ديالنا؟ والله الا حشومه هادشي، عيب وعار والله، والله الا حشومه. جينا كنا جينا مع الرجال ديالنا والقايد كان هنا وجا شد لينا في الكراس، حنا مجينا شدينا في كراس ديال رجالاتنا، شدينا بدا كيزعزع علينا في كراس وكيسلع وكيلوح. حنا وقفنا حدا الكراس ديالنا، مني وقفنا جا القايد، كانت هاد السيده اللي معايا اللي دايره النقاب وسيده اخرى، وقفنا شادين في الكرارس. انا جرني بحال هكا وها الاطار ديال الصباع ديالو هما باقي ليا في ايديا. هاد السيده جرها بالنقاب ديالها، حيد لها النقاب، طاحت الارض، مشى للكرارس الاخرين. الكرارس اللي مشاو حنا كنتبعوهم باش ما يخسرش الناس السلعه ديالو. وصافي سيدي، ومني مشينا لقينا تابعينه ما ضربوا حتى واحد مقاسه، هو اللي كيغوت وكيقول ضربونا، حتى واحد ما ضربوا حتى واحد مقاس. حنا كنطالبوا غير ببلايص رجالاتنا، ما دايره الفوضى، ما بغينا فوضى، حنا كنطالبوا غير ببلايص عطاو لينا جلاله الملك، كنطالبوا بهم. وهذا الشيء اللي كاين. قدامي انا زول ليها، وانا اللي صايبته ليها والله شاهد عليا، لان حرمها على راجلها شحال من واحد شافها. انا اللي صايبت لها النقاب ديال، جرها فحال هكا طاحت في الارض، وانا اللي قديت لها النقاب ديال. هاد السيد حشوم عليه، تعدى على هاد الناس حشوم عليه، هما ما بغاو حتى حاجه، ما بغاو فوضى، ما بغاو يديروا فوضى، بغاو البلايص ديالهم. هاد السي القايد ورئيس دائره وهاد العصابه اللي في السوق، هاد الشيء اللي كاين سيدي. انا كديز من تماك مريح تما هنيت، السي القايد جا كيزعزع في كرارس، قالوا لي الناس حشومه محشومه، جيت كيهز في السلعه البنان وكيلوح. جاد محسن نيد بقي كيجر فيه، قال لي حشومه الساف هادي من هنا خلينا نبيعو نشرو العواشير هادي. جيت جات المراه بقات كتحبس فيها حيد لها النقاب ديالها. سي محسن هز ولده جا كيهضر مع القايد، القايد باش يشد في قميجته بحال هكا قطع قميجته بوحده. جات السلطات الامنيه قال لهم قطعوا لي حوايجي، عيطت السلباش والمرت لما عيط قال لهم صيفطوا لي الامن. صيفطوا لي الامن، فجانا كنا عاد في الدراري بجوجهم محسن وعبد الجليل، كنا عاد فيهم كيقول لهم هذوك اعتقلوهم الماتش، كيقولوا فاش الامن فاش مشى عندهم نيشان اعتقلوا ذوك الجوج. السيد تبعو واحد خرجوه من الفرماسيين، خارجين لنا كلشي مجري، شري واحد من السلسله بحال هكا، واحد دار ليه المينو. كاين شي امن كحيد شي مرة من النقاب ديالها من وجهها، راه حشومه الشاف.